ولنقاش ملف انتشار السلاح في العراق ينضم إلينا من برلين الخبير العسكري والأمني محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. في ذروة النزاعات العشائرية صرح قائد شرطة محافظة البصرة بأن الأسلحة التي تمتلكها العشائر تعادل تسليح فرقتين عسكريتين، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني بالدرجة الأولى سيدتي، نحن إذا شاهدنا أو لاحظنا التوقيت التي برزت فيه هذه الصراعات العشائرية بهذه القوة من حيث التسليح هي الفترة ما بعد 2003، تحديدا ما بعد 2005. قبل عام 2003 كانت هنالك حقيقة نشاط بسيط لا يتعدى إلى مستوى الأسلحة الخفيفة، وكانت الدولة والقانون مسيطرة. لكن نتحدث اليوم عن نقاط رئيسية تدخل في مجال هذا الحدث المهم. أولا غياب القانون وعدم قدرة الدولة على فرض القانون، ليس في محافظة البصرة فقط لكن في عموم العراق. ثانيا أن هذه الأسلحة اليوم التي يتحدثون عنها هي أسلحة تقريبا أغلبها مرتبطة بميليشيات الحشد الشعبي، كون أن الميليشيات الحشد الشعبي مرتبطة بعشائر وتعتبر بأن العشائر هي الرصيد الخزين البشري والخزين المسلح لقادة هذه العشائر. لذلك تم تجهيز هذه العشائر بسلاح هو سلاح الميليشيات في الدرجة الأولى. ثم أن البصرة يعني تحديدا البصرة هي منطقة اقتصادية قوية جدا، يعني أقوى منطقة اقتصادية في العراق، فبالتأكيد لا تبرئ هذه الصراعات من صراعات على مصالح وعلى قضايا اقتصادية. في هذا الصدد وبالحديث عن الميليشيات، كانت شرطة البصرة أكدت على ضرورة إخراج ميليشيا الحشد للسيطرة على السلاح والنزاعات. بالمقابل يرى البعض أن ميليشيا الحشد شاركت أو ساهمت في انتشار فوضى السلاح في العراق، كيف تقيم الرأيين؟ بالتأكيد الصراعات اليوم المجتمعية الداخلية سواء كانت ميليشياوية أو عشائرية هي الصراعات جاءت ما بعد تأسيس هذا المسمى بميليشيات الحشد الشعبي، كون أن هذه الميليشيات هي تستورد السلاح بطريقة مفتوحة ولديها القدرة على استيراد كل أنواع السلاح من إيران سواء كان الخفيف أو المتوسط أو الثقيل، وإنتاجه أو توزيعه تتم عن طريق هذه الميليشيات. فبالتأكيد كل قائد ميليشيا لديه مجاميعه ولديه عشيرته يسلح بها من أجل أن يحصل على رصيد داخل رصيد بشري يدعمه في حالات الأزمة. ولذلك نجد بأن الصراع في البصرة لا يتعدى كونه صراع على مصالح وصراع على استحواذ على أراضي وموانئ، بالنتيجة هو صراع سياسي يتبناه ميليشيات الحشد الشعبي بصورة خفية. نعم، لكن سيد محمد، من هي الجهات المستفيدة من عسكرة المجتمع العراقي كافة؟ يعني ليس البصرة فقط التي ينتشر فيها السلاح. الدولة عندما تضعف بالتأكيد تصدر هنالك دولة يعني الدولة اليوم نجد بأن ميليشيات الحشد الشعبي تمارس دور ما فوق الدولة وما فوق الجيش والقوات الأمنية، فبالتأكيد هي المستفيد الأول ميليشيات الحشد الشعبي من حيث فرض القوة وفرض السيطرة عن طريق عسكرة المجتمع، عسكرة بما يستطيعون ضمه من أفراد لهم، وقد تكون هنالك عشائر موالية لهم بالتأكيد ولقادتهم، فعسكرة هذا المجتمع يخدم الخارجين من الخارجين عن الدولة والخارجين عن المنظور الحكومي، وهي ميليشيات الحشد الشعبي التي ارتبطت بها أجندة العنف وأجندة السلاح منذ تأسيسها حتى اليوم. أين دور الحكومة من كل هذا، خاصة أن مجلس البصرة وجه اتهامات لقيادة العمليات بالتقاعس في أداء مهامها أو عدم فض النزاعات العشائرية؟ يعني سيدتي الحكومة غير قادرة على فض أمور أبسط، وغير قادرة على السيطرة وفرض الأمن في قضايا أقل من هذا المستوى وفي مناطق أقل من مستوى محافظة، فكيف إذا كانت هنالك صراعات حقيقية وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة، صراعات اقتصادية، صراعات على النفوذ؟ فبالتأكيد نحن لا نجد بأن هذه الحكومة قادرة على فرض الأمن سواء كانت في البصرة أو في غير البصرة أو في عموم العراق. هذه الحكومة حكومة فاسدة وحكومة عملاء لا يمتلكون الآلية ولا يمتلكون الأدوات لفرض القانون،
فهذه الصراعات سوف تستمر وبالنتيجة سوف تؤثر، وهي أثرت اليوم. البصرة أصبحت منطقة منكوبة، أصبحت منطقة خارجة عن القانون بسبب السلاح المنتشر، الميليشيات المنتشرة. بالتأكيد هذه الميليشيات وهذا السلاح لها غطاء سياسي ولها غطاء ديني، والحكومة تصريحاتها خاوية وغير قادرة على أن تكون هنالك خطوات حقيقية. محمد فوزي لامي، الخبير العسكري والأمني، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.